Blessings and welcome to your program, Shalom Shalom. بركات وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم شالوم شالوم. With your host. مع مضيفكم. Reverend Dexter Pelser. الأخ ديكستر بيلسر. And Dr. Marisol Pelser. ودكتورة ماريسول بيلسر. And our Arabic voice, Louise. وصوتنا العربي لويس. You know, we have a life. أنتوا عارفين إحنا عندنا حياة. And the question today is. والسؤال بتاعنا النهاردة. Does God want me to give him my whole life? هل الرب عايزني أعطي حياتي كلها? What does that mean? إيه معنى السؤال ده? Do I have to go to Africa? هل أروح أفريقيا معنى السؤال? To evangelize? عشان أبشر? Or can I give my life to the Lord just living in my neighborhood and wherever I live? أعطي حياتي للرب في المنطقة اللي أنا عايش فيها في المنطقة مع جيراني. What does it mean to give your life to God? إيه معنى إني أدي حياتي لله؟ I used to think. أنا كنت بعتقد إني أفكر. That used to be being a missionary in the Amazon. إن أكون مرسلة في الأمازون مثلاً. But that is not it. لكن مش هو ده المقصد. We can give our lives to the Lord. نقدر ندي حياتنا للرب. Wherever he chooses for us to live in, whatever situation. في المكان اللي هو يختاره في الموقف اللي هو يختاره. Whether we are a teacher, a doctor. إذا كنا مدرسين أو أطباء. A janitor. أو عامل نظافة. Office worker. أو عامل في مكتب. A housewife. أو ربة منزل. It doesn't matter. مش مهم. So I'm going to ask Sister Louise to pray for the program and then for Brother Dexter to teach. هطلب من الأخت لويس إنها تصلي من أجل البرنامج وبعد كده الأخ ديكستر هيكون بيعطينا التعليم. آمين. يا رب بنشكرك وبنعظمك لأنك صالح لحياتنا. يا رب بنشكرك لأنك إلهنا يا رب. أشكرك لأنك أبونا. أشكرك لأنك راعينا الصالح يا رب. أشكرك يا رب من أجل حبك العظيم لينا يا رب. أشكرك من أجل حبك العظيم يا رب لينا كلنا يا رب. لكل شخص بيشاهد الآن يا رب. يا رب أصلي يا رب أنك تأتي بروحك علينا يا رب. أصلي يا رب أن روحك القدوس هو اللي يأخذ القيادة يا رب في البرنامج يا رب. أصلي أن مسحتك تكون علينا يا رب أكتر وأكتر يا رب. أصلي من أجل مسحة مضاعفة يا رب على الأخ ديكستر يا رب ومسحة على دكتور ماريسول يا رب. مسحة لحياتنا يا رب عشان نخدمك يا رب. يا رب أصلي أنك تفتح أذاننا يا رب لنسمع كلمتك يا رب. تفتح أذان كل شخص يا رب بيسمعنا يا رب. أصلي أن عيوننا الروحية تنفتح يا رب وأذاننا الروحية تنفتح يا رب فنسمع يا رب ما تقوله لينا يا رب. بصلي يا رب ان البرنامج ده يكون سبب بركه لكل شخص بيشاهد يا رب. يا رب بصلي ان التعليم ده يكون سبب بركه لكل اعزائي المشاهدين اللي بيكونوا بيتفرجوا علينا دلوقتي يا رب. يا رب بصلي انك تبارك عملك هنا يا رب. بصلي انك تبارك الخدمه هنا يا رب في قناه الطريق يا رب. بارك هذا العمل يا رب. بارك كل القائمين على هذا العمل يا رب. يا رب اؤمن انك سامع الصلاه وبتستجيب وليك كل الكرامه والمجد. امين. امين. Amen. Well, we love you, brothers and sisters. إخواتي إحنا بنحبكم جدا. I find in the scriptures. أنا كنت لقيت آيات. One of the most pleasing things to the Lord. من إحدى الحاجات اللي بتسر الرب جدا. Is when we actually do say, "Yes, Lord, send me." لما نقول للرب نعم يا رب أرسلني. As Isaiah did in chapter 6 of Isaiah 6. زي ما أشعياء عمل في إصحاح 6 من كتابه. And as Marisol said, it can be just send me into my neighborhood to be a light unto. وزي ما ماريسول كانت بتقول يا رب ارسلني حتى إلى جيراني أكون نور ليهم. The truth of the gospel. وأكون بقول عن حق الإنجيل. And yes, it can mean to go into the Amazon and be a missionary. أو ممكن يكون الرب عايزني فعلا أكون مرسل وأروح مثلا للأمازون. And if that's what we're called to do for the Lord. إذا كانت دي دعوتك اللي الرب قال لك عليها. There's nothing more pleasing than we say yes and amen to. مفيش حاجة بترضي الرب أكتر من إن نقوله نعم وأمين يا رب. And from what he's shown me. من الحاجات اللي الرب ورهاني. If we say yes and amen to the perfect will he has for us. إذا قلنا نعم وأمين على مشيئته الكاملة لينا. We will bear incredibly great fruit for him in heaven. هيكون في ثمر عظيم لينا في السماء. And we will also have great rewards in heaven. وهيكون لينا مكافآت عظيمة كمان في السماء. So I want to just start with Psalm 139, verse 16, and remind ourselves. هنبدأ بمزمور 139 عدد 16 لنذكر أنفسنا. This is David speaking. هنا داود بيتكلم. And he's speaking to the Lord. بيتكلم إلى الرب. And he says, "Your eyes saw my substance being yet unformed." بيقول رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت. And in your book, they were all written. وفي سفرك كلها كتبت.
The days fashioned for me. يوم تصورت. When as yet there were none of them. إذ لم يكن واحد منهم. أي لم تكن تكونت الغابة. We can never forget that God has amazing plans for us on this earth. ما نقدرش ننسى أن الله ليه خطة رائعة لحياتنا هنا على الأرض. They're all already written in His book, in His perfect will. الخطة بتاعته مكتوبة لينا في كتاب. The question is, will we deny ourselves? الموضوع هل هو هل نحن ننكر أنفسنا؟ Take up our cross. ونحمل صليبنا. And follow the Holy Spirit into this calling that God has for us. ونتبع الروح القدس في الدعوة اللي الرب قال لنا عليها. Really, the question for all of us. السؤال ده لينا كلنا. If I really believe that God has amazing plans for me on this earth. أنا أؤمن إن الرب لي دعوة رائعة جدا لحياتي هنا على الأرض. And these were the ones that will give me the most peace and joy. والدعوة دي هي اللي هتعطيني السلام والفرح. And will please Him the most, our Heavenly Father. وهتكون بتسره هو أكثر حد الآب السماوي. Then don't we want to give up everything we thought we wanted to do in life? هل إحنا مستعدين إن إحنا نتخلى عن كل حاجة إحنا عايزين نعملها في الحياة نحطها على جنب؟ And take up our cross and follow Him for what He wants us to do in life. ونحمل صليبنا ونتبعه في الدعوة اللي هو عايزنا ليها. That's the ultimate act of faith. ده الإيمان الفعال الكامل. I will deny what I wanted even before I met the Lord in my own life. All my own old dreams, I will deny them. هل أنا هعمل كده؟ هل هنكر كل رغباتي حتى قبل ما أقابل الرب؟ هل أنا كنت يعني هل أنا بعمل كده؟ هل أنا مستعد إن أنا أعمل كده؟ And receive the new dreams the Lord has for my life. واستقبل الأحلام الجديدة اللي الرب عايز يديهاني. Sometimes those are the same. في بعض الأوقات قد تكون أحلامي متوافقة مع مشيئة الرب. I know people that want to be a missionary. قد يكون عندي حلم أن يكون مرسل. And they become one. ويصبح هو الدعوة فعلا. It was in her heart's desire from a very young age. ده كانت رغبة جوا قلبي وأنا صغير جدا. And others thought they were going to do this. في ناس بتفكر انها هتعمل كده. And the Lord completely turned around and led them to do that. والرب يغير مسارها من هنا من اليمين الى الشمال. Like my wife Marisol. زي مثلا زوجتي ماريسول. I mean, when she married me, she thought she had it all. Well, she thought she had it figured out. لما اتجوزتني كان عليها تكتشف بقى الموضوع. She went to school and got her training to be a teacher to children. الرب ذهبت للمدرسة واتدربت إنها تكون مدرسة للأطفال. You had taught for what 20 something years, right? علمت كم سنة تقريبا حاجة 20 سنة. And my plan وخطتي كانت was to become a school. Like I was like a federal director of programs. أنا كنت مديرة البرنامج فدرالي. So then I wanted to become a principal. وكنت عايزة بعد كده أكون مديرة. And then I wanted to be a school superintendent. Dexter. وبعد كده عايزة أكون زي مديرة عامة في المدارس. And the Lord changed it all. والرب غير كل الخطط دي. The Lord actually had her lay it all down for Him. الرب خلانا نحط كل الأمور دي على جنب لي. And actually gave her a dream where she got a retirement pendant from the Lord that she's retired from being a teacher. والرب حط جوا قلبها حلم ان هي تتقاعد من التدريس. The point being. لكن القصد هنا. When we say yes and amen, even to sacrifices of what we thought we wanted to do. لا القصد هنا لما نقول نعم وامين هل انا مستعد اعمل التضحية المطلوبة. I really believe we're going to be incredibly blessed. أنا أؤمن إن إحنا هنتشجع النهاردة كتير هنتبارك كتير. I believe the pleasure of the Lord in His presence will just cover us. مسرة الرب وحضوره هيكون بيغطينا. As we truly walk with Him, following Him all the days of our life. إحنا بنتبعه وبنمشي وراه كل أيام الحياة. All right, let's go to the scriptures. تعالوا نروح للآيات. Deuteronomy 6:5. في تثنية 6:5. We all know this. إحنا كلنا عارفين الآيات دي. But does the Lord really want all of me? هل الله عايزني كلي أكون لي؟ Does he want all of my love, all of my heart? هل هو عايز حبي كله؟ هل هو عايز قلبي كله؟ Does he want me to give my life to him? هل الرب عايزني أعطي له حياتي؟ We're going to see the answer is an emphatic yes. هنشوف الإجابة إنها نعم. All right. You shall Deuteronomy 6:5. في تثنية 6:5. You shall love the Lord your God with all your heart. بيقول فتحب الرب إلهك من كل قلبك. With all your soul. ومن كل نفسك. And with all your strength. ومن كل قوتك.
And these words which I command you today shall be in your heart. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. So even right now, Father, we ask you. Yes. إحنا بنطلب منك يا رب. Write these truths onto our hearts. اكتب هذا الحق في قلوبنا. And ignite them with the fire of love, Holy Spirit, back to the Father and to the Son. وأشعله بالروح الحب للآب وللابن. We choose to love you with all of our heart, soul, and strength. إن إحنا نحبك بكل قلبنا وبكل قدرتنا وكل فكرنا. And we ask you to help us to do that all the days of our life. بصلي إنك تساعدنا إن إحنا نفعل هذا كل أيام حياتنا. In the name of Jesus. في اسم الرب يسوع. You know, in Ezekiel and Jeremiah, it actually says. في حزقيال وفي أرميا الرب بيقول. That I'll actually write these truths and this love unto our hearts back to Him. اكتب هذا الحق على قلوبنا لنعمله لنعمل به. So always obey Him and love Him. عشان تطيع الرب بمحبة. We need that. احنا محتاجين ده. This is part of the precious anointing of the Holy Spirit when we're born again. جزء من مسحة الروح القدس الثمين اللي بتيجي علينا لما نولد الولادة الجديدة. So Father, just fully activate that anointing of love back to you. فالآب يفعل فينا هذا الحب ليرجع إليه ثانية. From the fruit of the Spirit, which includes the first of all love. من ثمر الروح اللي هو أول حاجة في المحبة. In the name of Jesus. في اسم الرب يسوع. All right, so we're to love him with everything. فاحنا نحب الرب بكل شيء فينا. So Marisol, does that stop after I get accept Jesus as my Savior? Then can I just go back to the world and forget about him? هل يا مارسيل ده معناه إن بعد ما أتبع الرب أروح ماشي بعيد عنه بعد ما أديله كل حاجة أروح ماشي خلاص؟ You have to start surrendering, loving, وتحب. And your walk with him gets deeper and more intimate. And it just grows. And there's a great scripture for that. Jeremiah 29:11-13. Where the Lord says, I know the plans I have for you. الرب بيقول إني عارف الأفكار التي أنا مفتكر بها عليكم. Plans to prosper you and not to harm you. أفكار لخيركم لا لإزاءكم. And plans for a hope and for a future. لأخرة لأعطيكم أخرة ورجاء. And this part I love. ده الجزء اللي أنا بحبه. Jeremiah 29. Verse 12. Jeremiah 29:12. Then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you. ده الجزء اللي انا بحبه فتدعونني وتذهبون وتصلون الي فاسمع لكم. And you will seek me and find me. وتطلبونني فتجدونني. When you search for me with all your heart. استطلبونني او تبحثون عني بكل قلوبكم. I will be found by you, saith the Lord. فاوجد لكم يقول الرب. See, what Marisol is saying is when we accept Jesus as Lord and Savior, اللي مارسيل بتقول لما نقبل الرب مخلص ورب على حياتنا. This is the start of an amazing bride. We're the bride. دي البداية الرائعة إن احنا نكون عروس. We're now married to our Lord and Savior Jesus Christ. فنحن الآن متزوجون بربنا ومخلصنا يسوع المسيح. And now we get to discover who he is. ودلوقتي علينا إن احنا نكتشف من هو. We get to discover who the Father is. نكتشف من هو الآب. We get to discover this precious gift of the Holy Spirit. How do I walk in step with you, Holy Spirit? الروح القدس. إزاي أخد خطوات مع الروح القدس? How do I honor you? إزاي أكرمك يا رب? How do I hear your voice? إزاي أسمع صوتك يا رب? How do I know your character, God, that you're always faithful and loving towards me? إزاي أعرف شخصيتك يا رب? إزاي أعرف حبك ليا? وإزاي أعرف إخلاصك? How do I find the depth of that forgiveness for all of my horrible sins against you? إزاي أعرف عمق غفرانك لكل خطاياي وخطاياي الرهيبة? We find it all as we go in this beautiful path to seek and know Him. في طريق جميل جدا إن إزاي نعرف الرب ونكتشفه. Completely. تماما. Paul says he didn't even get close to knowing the Lord and completing that journey. إن هو حتى ما قربش شوية من هذه الرحلة من اكتشاف الرب الكامل. This is Paul who seemed to understand the Lord better than almost anyone. بولس اللي هو تقريبا فهم الرب أحسن من أي حد تاني بيقول إن هو ما أدركش.
We can never stop pursuing to know him. ما نقدرش نقف ابدا ان احنا نتبع الرب ونكون بنمشي وراه. Never stop pursuing following him. ما نقدرش نتوقف ان احنا نتبعه ونمشي وراه. And as a result of that then loving our brothers as ourselves. والنتيجة هتكون ان احنا بنحب اخواتنا وبنحب انفسنا. This is an amazing journey. دي رحلة مذهلة, رحلة مدهشة. So giving my life back to the one who gave his life for me, Jesus Christ. إني أعطي حياتي للشخص اللي أعطاني حياته, يسوع المسيح. It's an amazing gift I have. Amen. دي موهبة عظيمة عندي. That I get to give him back my life. الهبة العظيمة إن أنا أعطي له حياتي مرة أخرى. And then he gives me everything I need to fulfill my calling. وهو بيعطيني كل شيء أنا بحتاجه لأكمل دعوتي التي أعطاني. An amazing grace, Louise. وبيعطيني نعمة رائعة كمان يا لويس. Then he gives me the gift of the Holy Spirit so that I can receive rewards. مواهب الروح القدس حتى يكون لي جائزة. By his grace being poured through me. من خلال النعمته اللي بتنسكب عليا. By the power of the Holy Spirit being poured through me as living waters. بقوة الروح القدس اللي بتنسكب عليا فيكون في حياتي مياه حية. I get rewards in heaven. وفي الآخر هيكون لي مكافأة في السماء. Jesus paid the price for all this. الرب يسوع دفع ثمن كل هذا. And yet in his amazing grace he'll give me rewards all the days of my life when I follow him. وكمان في الآخر بيعطيني مكافآت رائعة لأني اتبعته كل أيام حياتي. I'm going to reverse the order a little bit. Let's go to John 15:5. أنا هغير شوية الآيات, تعالوا نروح ليوحنا 15:5. This is important that we really understand this. ده مهم إن احنا نفهم كده. I love this. We're now married to Jesus Christ. لأننا الآن متزوجون بالرب يسوع المسيح. And Jesus is speaking back to us. الرب يسوع بيتكلم إلينا. And Jesus says, "I am the vine." بيقول أنا الكرمة. You are the branches. وأنتم الأغصان. He who abides in me. الذي يثبت فيا. And I in him. وأنا فيه. Bears much fruit. هذا يأتي بثمر كثير. For without me you can do nothing. لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. If I'm not united to the Lord. إذا لم أكن متحد بالرب. If I have not denied myself, taken up my cross and following him. إذا لم أنكر نفسي وأحمل صليبي وأتبعه. I can do nothing in my own strength. لا أستطيع أن أفعل شيء بقدرتي الشخصية. But as a bride. لكن أنا كعروس. Abiding in him. بأثبت فيه. As filled by the Holy Spirit. وبأمتلئ بالروح القدس. I can bear much fruit. سآتي بثمر كثير. Verse 6. في عدد 6 بيقول. If anyone does not abide in me. بيقول إن كان أحد لا يثبت فيا. He is cast out as a branch and is withered. يطرح خارجا كالغصن. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. But if you abide in me. بيقول لك إن ثبتتم فيا. And my words abide in you. وثبت كلامي فيكم. You will ask what you desire. تطلبون ما تريدون. And it shall be done for you. فيكون لكم أو يفعل لكم. آمين. By this my Father is glorified. بهذا يتمجد أبي. That you bear much fruit. أن تأتوا بثمر كثير. So you will be my disciples. فتكونون تلاميذي. So you will be my bride. فتكون عروس لي. As the Father says, so you will be my son and daughter. أو تكون الأب يقول تكونوا أبناء وبنات لي. And you will abide in my love for all of eternity. وتثبتون في حبي إلى كل الأبدية. You will abide in my presence for all of eternity. فتثبتون في حضوري كل الأبدية. The rewards of heaven of being with him. مكافأة السماء هي أن نكون معه. The waves of love that will overtake us. كل الحب اللي هياخدنا وهيغمرنا. The joy of the Lord that will overtake us. فرح الرب اللي هيغمرنا جدا جدا وهياخذنا. Forever is waiting for us. وهو منتظرنا إلى الأبد. All as gifts of grace through Jesus Christ. كل مواهبه وكل نعمه هي في يسوع المسيح. No other religion offers this. ما فيش أي دين تاني بيعطي هذا. No other God offers this. ما فيش أي إله بيقدم هذا. This is really what true love is. هو ده الحب الحقيقي. A sacrificial offering of Jesus for us. محبة يسوع المضحية لينا.
And us turning around and giving our lives back in a sacrificial offering to Him. فنتحول ونعطيه نفس ذبيحة الحب، نعطي أنفسنا له. With joy in our hearts all the days of our life. بفرح في قلوبنا كل أيام الحياة. Praise the Lord. مجدا للرب. There's nothing like this. ما فيش أي حاجة زي كده. There never will be. ولن يكون هناك شيء مثل هذا. And there's only one way into this joy, this love of the Father. وما فيش غير طريق واحد إلى هذه المحبة والفرح اللي في الآب. Jesus says, "I am alone, the way, the truth, and the life." قال أنا هو الطريق الطريق والحق والحياة. No one comes to the Father except through me. لا أحد يستطيع أن يأتي إلى الآب إلا بي. Lord, I ask you to write these truths into our minds and our hearts. أن تكتب هذا الحق في قلوبنا في عقولنا وفي قلوبنا. Ignite our hearts with fire by these truths. اشعل قلوبنا بهذه النار. And let that fire burn brighter and brighter to pursue you all the days of our life, Lord. وتزداد هذه النار في داخلنا لنتبعك أكثر وأكثر يا رب يسوع كل أيام من الحياة. And then you promise we will find you. إننا سنجدك. And I love that, Lord. أنا بحب ده يا رب. And I thank you that you will manifest yourself to each one who pursues you. إنك ستكشف عن نفسك لكل شخص بيتبعك وكل شخص بيبحث عنك. In accordance with your precious promises in the Word. حسب وعدك العظيم. Thank you, Jesus. شكرا لك يا رب يسوع. Thank you, Father, for drawing us. شكرا للآب. And thank you, Holy Spirit, for filling us. للروح القدس اللي بيملأنا. And guiding us all the days of our life. يسوع بيرشدنا كل أيام الحياة. In Jesus' name. في اسم الرب يسوع. آمين. Amen. There is no gift greater than what Jesus gave us. أعظم من اللي أعطاه لنا الرب يسوع. Hallelujah. No gift like that. ما فيش أي عطية زي دي. All right. Exodus 34:12. في خروج 34 عدد 12. Exodus 34:12. في خروج 34:12. Take heed to yourselves. بيقولك احترز لنفسك. Lest you make a covenant with the inhabitants of the land where you are going. من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آتي إليها. Lest it be a snare in your midst. لألا يصير فخا في وسطك. But you shall destroy their altars. لكنك تهدم مذابحهم. This is all the false gods. ده بيتكلم عن الآلهة الغريبة الوثنية. Break their sacred pillars. بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم. And cut down their wooden images. وتقطعون صواريهم أو صورهم. And I just have a word for you right now. The Lord just showed me. الرب أعطاني كلمة ليكم الآن. Don't keep any of those idols from your past. ما تخليش أي أصنام في حياتك من الماضي. There are examples in the Bible where they took all that and burned it in a pile. في مثال في الكتاب المقدس انهم اخذوا كل هذه الاصنام وحطوها في قمة واشعلوا فيها النار. When we take up our cross and follow him. لما بنحمل الصليب ونتبعه. We'll see in a moment we do not go back to the old things. هنرى في لحظات اننا لا نستطيع ان نرجع الى طرقنا القديمة. We don't worship other gods and the true God. ما نقدرش نعبد آلهة اخرى مع الاله الحق. Even if you have to, you go through your house and you burn those things, you get rid of them. إذا كنت المفروض تمشي في بيتك وتشوف الأمور القديمة دي الأصنام القديمة دي وتحرقها. Any idols from the past and let the Holy Spirit guide you to them. أي أوثان أو آلهة من الماضي احرقها. الرب هيوريك إيه هي الحاجات دي. In the name of Jesus. في اسم الرب يسوع. Verse 14. عدد 14. For you shall worship no other god. بيقول لك لأنكم فأنك لا تسجد لإله آخر. For the Lord, لأن الرب, whose name is jealous, اسمه غيور, is a jealous God. هو إله غيور هو. Lest you make a covenant with the inhabitants of the land. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض. And then play the harlot with their gods and make sacrifice to their gods. فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم. And one of them invites you to eat from his sacrifices. فتدعى وتأكل من ذبيحتهم. And you take of his daughters for your sons. وتأخذ من بناتهم لبنيك. And his daughters play the harlot with their gods and make your sons play the harlot with their gods. فتزني بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن.
We're to be holy. يجب ان احنا نكون مقدسين. Sanctified. متطهرين. And our hearts and our whole lives set apart only unto the true Lord God Almighty. ونفرز للإله الوحيد القدير. We're to cast aside all the past. نطرح كل الماضي عنا. Including all those idols. بما فيه كل هذه الأوثان. And as the word says, light cannot join itself with darkness. كما تقول الكلمة لا يستطيع النور أن يختلط مع الظلمة. We're not to join ourselves with people who worship false gods. لا نستطيع أن نختلط أو نجعل أنفسنا مع أناس يعبدون أوثان. Okay, that's the word of the Lord. دي كلمة الرب. Yes. Hebrew 10:38. في عبرانيين 10:38. I'm telling you, if you obey these things. Because that's idolatry. لأن دي وثنية. لو عملنا كده يبقى وثنية. So you know, if you have images of saints. لو عندك صور لقديسين. Of the Virgin Mary. لو عندك صور العذراء مريم. Anything that you put flowers to, a Buddha. أي حاجة بتحط حواليها ورود أو زي تمثال حتى. That is an abomination before the Lord. ده مكره للرب. So get rid of it. تخلص من هذه الأمور. Amen. Amen. Hebrews 10:38. في عبرانيين 10:38. This is actually God speaking to us. هنا الله بيتكلم إلينا. He says, "Now the just shall live by faith." أما البار فبالإيمان يحيى. But if anyone draws back, وإن ارتد أحد, my soul has no pleasure in him. لا تسر به نفسي. But we are not of those who shrink back to destruction. أما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك. But of those who believe to the saving of the soul. بل من الإيمان لاقتناء النفس. Once we choose Jesus and start to follow him. لما نختار الرب يسوع ونبدأ نتبعه. We must not go back to our old patterns of living in our old life. لا نستطيع أن نرجع إلى مسارنا وطرقنا القديمة في الحياة. All those old sins that we used to practice. الخطايا القديمة اللي كنا بنعملها قبلاً. With all those old friends we used to practice it with. وأصدقائنا اللي كنا بنمارس معهم الخطية، أصدقائنا القدام. The Lord says, "Don't go back to that." الرب بيقول لك لا ترجع إلى هذه الأمور. In fact, He amazes me. He says, "I will make all things new in your life." Amen. إن الرب بيقول لك هعمل كل شيء جديد في حياتك. You have a new mind, a new heart, new desires. هيكون لك عقل جديد، قلب جديد، رغبات جديدة. And then we'll start following him in the plans he has for us. ستبدأ أن تتبعه في الطريق والخطط التي له منك. Whether that means a small change in my life. قد يكون هذا تغيير بسيط في حياتك. Or a major change in my life. أو قد يكون تغيير رئيسي في حياتك. The answer is still yes and amen, Lord. إجابتك يجب أن تكون نعم وأمين للرب. Always send me. دائما. All right. Luke 9:61. We're going to see this even more now. Luke 9:61. في لوقا 6:61. These are truths that not a lot of people like to talk about, but this is the word of the Lord. ما فيش ناس كتيرة بتحب تتكلم عن الآيات دي، لكن ده حق الرب. Ah. Look what. I'm going to start with verse 59. Luke 9:59. في لوقا 9 عدد 51. Now, Jesus said to another one. This is just someone that came up to the Lord. Jesus said to him. فقال الرب له. Follow me. اتبعني. But he said, Lord, let me first go and bury my father. فقال له يا رب اسمح لي أن أذهب أولا وأدفن أبي. Jesus said to him. قال له الرب يسوع. Let the dead bury their own dead. دع الموتى يدفنون موتاهم. But you go and preach the gospel, the kingdom of God. وأما أنت فاذهب ونادي بالإنجيل. And another also said. وقال له آخر. Lord, I will follow you. قال له يا ربي يسوع أتبعك. But let me first go and bid them farewell who are at my house. Bid my family farewell. قال له دعني أذهب وأودع أهل بيتي أولا. But Jesus said to him. فقال له يسوع. No one. قالوا لا أحد. Having put his hand to the plow. يضع يده على المحراث. That means now we say we're going to follow you, Jesus. We put our hand to the plow to follow him. إذا قلنا أننا سنتبع الرب يسوع وضعنا يدنا على المحراث. And looking back. وينظر إلى الوراء. He's fit for the kingdom of God. يصلح لملكوت الله. Looking back means I'm desiring my old things. أي رغباته القديمة. And I want to go back to them. وأريد أن أرجع إليها.
It's too high of a price, Jesus. I want to go back and enjoy the world. معناني بقول الرب يسوع أريد أن أذهب أستمتع بالعالم. No one who does that is fit for the kingdom of God. إذا أحد فعل هذا لا يصلح لملكوت الله. See this again in John 15:5. نرى هذا مرة أخرى في يوحنا 15:5. Oh, we already did this. That's right. Okay. قلنا الآية دي. All right. 2 Peter 2:20. Whew, this one's a tough one. في بطرس الثانية. 2 Peter 2:20. بطرس الثانية 22. And we're not ever going to do this, Lord. Help us never to in Jesus' name. يا رب ساعدنا أن لا نفعل هذا في اسم الرب يسوع. All right. For if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. بيقول لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح. So these are people who accept Jesus as their Lord and Savior. هؤلاء الناس قبلوا الرب كمخلص ورب لحياتهم. But if they are again entangled in them and overcome. يرتبكون أيضا فيها. That means all the things in the world they used to do in sin. معنى الأمور القديمة أو الخطايا القديمة التي كان يفعلها قبلا. The latter end is worse for them than the beginning. فقد صارت لهم فينغلبون فينغلبون. فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness. لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر. Then having known it. من انهم بعد ما عرفوا طريق البر. To turn from the holy commandments delivered to them. يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. But it has happened to them according to the true proverb. فقد أصابهم ما في المثل الصادق. A dog returns to his own vomit. كلب قد عاد إلى قيئه. And a sow having washed to her wallowing in the mire. وخنزيرة مغتسلة إلى مرغات الحمأة. We're called out of the world into the kingdom of God. And we're no longer citizens of the world, but we're citizens of the kingdom of God. We're no longer our own. The word says we have been purchased with a price which is the blood of the Lamb. Therefore, we deny ourselves. فننكر أنفسنا. We come out of the world. ونخرج من العالم. And we follow the Lord as led by the Spirit. ونتبع الرب كما يقودنا الروح. When we want to go back to the world. إذا كنا نريد أن نذهب إلى العالم. The lust of the eyes and the lust of the flesh and the lust desires of the world. شهوة العين, شهوة الجسد, شهوة العالم. And we know the commandments of God. ونحن نعرف وصية الله. Which are that we're not to continue in those sins. أننا لا يجب أن نستمر في هذه الخطايا. And yet we desire those sins more than to follow the Lord. ونحن نرغب هذه الخطايا أكثر من الرب. It's like us returning to the vomit. معناها كأننا نرجع إلى القيء. Like a dog returning and eating its own vomit. كما يقول المثل كلب رجع إلى قيئه ليأكله. That's how God sees it. ده الله بيرى الأمر بهذه الطريقة. And it's worse for us and if we had never known the Lord. ده أسوأ لينا من إن إحنا نعرف الرب. Because our judgment will be more severe. لأن لو عملنا كده هتكون دينونتنا والحكم علينا أقصى. Because we knew the commandments of God. لأننا عرفنا وصية الرب. We said yes to Jesus. وقلنا نعم للرب يسوع. But then in our hearts and our minds we said yes to the world and walked away from Jesus. لكن في قلوبنا وفي عقولنا قلنا نعم للعالم وارتددنا عن الرب يسوع. We must not do that. لا يجب علينا أن نفعل هذا. So this is not just what God desires of all of us. ده اللي بيرغبه الله من كل واحد مننا. This is really the true test that we're His. ده اختبار حقيقي إننا ليه. That we're His children. إننا أولاد ليه. Because He says, "Those who love Me obey My commandments." لأن هو بيقول من يحبني يحفظ وصاياي. But if we say these commandments don't apply to me, I want to do the sin still. لو قلنا إن الوصية دي بتربطني وأنا عايز أعمل الخطية دي. We're really trampling on His blood. فنحن معنى هذا إننا ندوس على دم الرب يسوع. How do we know that? Turn to Hebrews 10:26.
كيف نعرف هذا؟ لنأتي إلى عبرانيين 6:12. And I pray, Lord, that the fear of the Lord overtakes us. أن خوف الرب يأخذنا. So now we know these truths. فنعرف هذا الحق. And instead of going back to the world and love the world, وبدل من أن نرجع إلى العالم ونحب العالم, we break covenant with that with our mind, soul, heart, and all of our strength. We break covenant with the world. نكسر عهدنا مع العالم في قلب وفي النفس وفي الروح. نكسر عهدنا مع العالم. Break covenant with the desires for the things of the world. نكسر عهدنا مع رغبات العالم. In the name of Jesus. في اسم الرب يسوع. We ask you to fill us only with desires for you, Holy Spirit. وأصلي أن تملأنا برغبتك فقط يا روح الله القدوس. آمين. Hebrews 10:26. في عبرانيين 10 عدد 27. This and one other scripture. When I was a prodigal son. الآيات دي لما كنت ابن ضال. Put the fear of God in me beyond what I could ever describe to you. حطت جوايا خوف من الله أكثر جدا مما أستطيع أن أوصف ليكم. To not keep sinning against God. عشان لا أستمر في الخطية ضد الله. And in my case, to beg for His forgiveness. وفي حالتي أنا كنت بأطلب وأستعطف غفران الله. Listen to this. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth in Him. في عدد 26 بيقول فإن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق. There no longer remains a sacrifice for sin. لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. But a certain fearful expectation of judgment. بل قبول دينونة مخيفة. And fiery indignation which will devour the adversaries. وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. من خالف ناموس موسى فعلى شهدين أو ثلاثة شهود يموت بلا رأفة بدون رأفة. Now listen to this next verse carefully. اسمعوا للآية اللي جاية بحرص. Of how much worse punishment? فكم عقاب أشر تظنون? Do you suppose? تظنون. Will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot? تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله بالقدم. Counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing. وحسب دم العهد الذي قدس به أمرا عاديا دنسا. Insulted the Holy Spirit of grace. وإزدرى بروح النعمة بالروح القدس أي روح النعمة. For we know him who said. فإننا نعرف أن فإننا نعرف الذي قال. Vengeance is mine. لي الانتقام. I will repay, says the Lord. أنا أجازي يقول الرب. And again, the Lord will judge his people. وأيضا الرب يدين شعبه. It is a fearful thing. مخيف هو. To fall into the hands of the living God. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. Wow. Returning to the vomit. إننا نرجع إلى القيء. Loving our sins more than God. إننا نحب خطايانا أكثر من الله. Is exactly what John 3:18 and 19 says. ده اللي بيقول عنه في يوحنا 3:18 و19. That if we love our sins more than God, إذا أحببنا خطايانا أكثر من الله, we will put our hand in the plow at first. فإننا كأننا نضع يدنا على المحراث أولاً. But then we'll turn back to the sins in the world. ثم نرجع إلى خطايا العالم مرة أخرى. And we will be those very seeds. هنكون مثل البذور. That are devoured by the enemy. التي التهمتها طيور السماء. In a parable of seeds. في مثل البذار. So giving our all to the Lord لما نعطي كل شيء للرب is really awesome. رائع جدا. Because when we give our all to Him, لما نعطيه الكل, the Holy Spirit takes over and sanctifies us into holiness. الروح الله بيقدسنا وبيأتي علينا بروح التقديس. We literally partner with the Holy Spirit. Literally what? Romans 8:13. We literally partner with the Holy Spirit. بنكون شركاء مع الروح القدس. And listen to what happens. Romans 8:13. For if you live according to the flesh, you will die. بيقول لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون. But if by the Holy Spirit you put to death the deeds of the body, ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد, you will live. فستحيون. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. لأن كل الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أولاد الله.
God gives us the most precious gift of the Holy Spirit. الله أعطانا أعظم عطية للروح القدس. The Spirit who sanctifies us. الروح اللي بيقدسنا. That's His name. وده اسمه. That gift. العطية دي. By the power of the resurrection. بقوة القيامة. Crucifies the power and dominion of sin in our bodies. بتصلب سلطان الخطية على أجسادنا. We're not left alone. إحنا غير مطروقين لوحدنا. You must understand, we're not left as orphans. يجب أن تفهم إننا لسنا مطروقين. To try to obey God in our own strength. إننا نحاول أن نطيع الله بقوتنا الشخصية. We have the supernatural power of God to sanctify us. لدينا قدرة الله وقوة الله الفائقة للطبيعة لتقديسنا. When we are led by Him. لما ننقاد به. When we deny ourselves and follow Him. لما ننكر أنفسنا ونتبعه. That's why it says, if by the Spirit you put to death the deeds of the flesh. لأنه بيقول إذا كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد. And those who are led by the Spirit are sons and daughters of God. وأن كل الذي ينقاد بروح الله هما أبناء وبنات الله. So the Spirit, your helper, الروح المعين ليك, will help put to death all those desires you had before you came to Christ. هو اللي هيساعدك إنك تميت كل الرغبات اللي كانت فيك قبل أن تأتي إلى المسيح. And now filled with the Spirit, والآن تمتلئ بالروح. Our desires will be the Spirit's desire. فرغباتنا هتكون هي رغبات الروح. And supernaturally, our desires of the flesh will be crucified. وبطريقة فائقة للطبيعة رغبات الجسد ستصلب. This is the gift of the grace of God. وهذه هي عطية نعمة الله. So as I have found out, زي ما أنا اكتشفت, as a prodigal son, when I finally first gave my life totally to the Lord, أنا كابن ضال عندما أعطيت حياتي كلها للرب, that this is absolutely true. إن هذا هو فعلا حق. When you give your life as a sacrificial offering to the Lord, لما تعطي حياتك كذبيحة وتقدمها لله, you activate the Holy Spirit ministry inside of you. بتفعل خدمة الروح القدس في داخلك. To make all things new. لتجعل كل الأمور في داخلك جديدة. And all those old desires of the flesh that had dominion over me. وكل الرغبات اللي كان ليها سلطة عليا قبل هذا. I am your witness that they are all crucified. أنا بشهد إن كل هذه الأمور صلبت من حياتي. By the grace of God. بنعمة الله. Jesus paid the price for that power to be taken on the cross. الرب يسوع دفع الثمن لأن هذه القوة التي كانت تغلبنا أن تؤخذ على الصليب. So Father, أبانا, yes. Right now I repent of all my sins. الآن بتوب عن كل خطاياي. I want to be holy as you're holy. أريد أن أكون مقدس كما أنت قدوس. I completely and radically surrender my life to you, Lord. أخضع حياتي لك بالكامل. I deny myself. أنكر نفسي. I give myself as a sacrificial offering. أعطي نفسي كذبيحة حية ليك. Sanctify me, Lord. قدسني يا رب. Completely. بتماما. I confess I cannot walk and follow you without the Holy Spirit. أعترف إني لا أستطيع أن أتبعك تماما إلا بقوة الروح القدس. I ask for you not only to fill me. أنا أسألك لا فقط أن تملأني. But sanctify and refine me as pure silver and gold. بل أن تقدسني وأن تمتحنني كالفضة وكالذهب النقي. Take away every evil desire in my heart in me. خذ كل رغبة شريرة من قلبي. I ask you to heal me all my wounds from the past of everyone that hurt me. أصلي أن تشفي كل جروح في حياتي من الماضي من كل شخص جرحني أو أذاني. I ask you to make all things new. وأصلي أن تجعل كل شيء في حياتي جديد. I want the fullness of the new birth. أريد كمال الميلاد الجديد. I want the fullness of the mind of Christ. أريد كمال عقل المسيح فيا. I surrender to be led into that. أخضع لأن أمتلئ بهذا وأنقاد بهذا. I want the fullness of a heart devoted totally to you, Lord. أريد كمال قلب مقدس ليك يا رب. I ask you to fill me with that heart, Holy Spirit. وأصلي أن تملأني بهذا القلب يا روح الله. In the name of Jesus. في اسم الرب يسوع. Amen. 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 Hallelujah. Wow. Hallelujah. Well. حسنا. 2 Peter 1:6. في بطرس الثانية 1:7. The other thing I'm going to say is the devil wants to hide our sin even from ourselves. The devil wants us to never even see our own sin. الشيطان مش عايزنا نرى إننا نرى خطايانا. So we must always be on guard against the wiles of the devil. فيجب أن نكون في حراسة ضد رغبات الشيطان. Yes. All right, let's go to 2 Peter 1:5. في بطرس الثانية 1:5. But also for this very reason,
ولهذا السبب عينه. Giving all diligence, add to your faith virtue. وأنتم بذلون كل اجتهاد. To virtue knowledge. قدموا في إيمانكم فضيلة. To knowledge self-control. وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف. To self-control perseverance. وفي التعفف صبر. Why? Because we need to finish the race. لأننا يجب أن ننهي السباق. Not about how we start the race, it's how we finish it. مش مهم كيف نبدأ السباق، المهم كيف ننهي السباق. To perseverance godliness. وفي الصبر تقوى. To godliness brotherly kindness. وفي التقوى مودة أخوية. And to brotherly kindness love. وفي المودة الأخوية محبة. For if these things are yours. لأن هذه إذا كانت فيكم. And abound. وكثرت. You will be neither barren nor unfruitful. تسيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين. In the knowledge of our Lord Jesus Christ. لمعرفة ربنا يسوع المسيح. For he who lacks these things is short-sighted. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر. Even to blindness. أعمى. And has forgotten that he was cleansed from his old sins. قد نسى تطهير خطاياه السالفة. Therefore, brethren. لذلك بالأكثر أيها الإخوة. Now that we know this. نحن نعلم هذا. Be even more diligent to make your call and election sure. اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. For if we continue to do these things, we will never stumble. لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا. For so an entrance will be supplied to you. لأن هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى الملكوت. Abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. Paul talks about I finished the race. بولس يتكلم عن إنهاء السباق. He fulfilled his calling. إنه كمل دعوته. And he expected to hear from the Lord, "Well done, good and faithful servant." وهو يتوقع أن يسمع من الله ناعما أيها العبد الحسن والأمين الصالح والأمين. The word makes it clear we. الكلمة تقول وضوحا أننا. Not only need to follow him all the days of our life. إننا لا يجب فقط أن نتبع ربه كل أيام حياتنا. But we really need to pursue to know him. لكن يجب أيضا أن نتبعه لنعرفه. And be faithful to him. وأن نكون مخلصين له. And know his faithfulness to us. ونعرف أنه هو أيضا مخلص معنا. More and more as we live. أكثر وأكثر بينما نعيش. Our love, if anything, should grow hotter and hotter for him. أن نكون في حرارة أكثر وأكثر له. Our desire for him and his word should grow more and more in our hearts. ورغباته في داخلنا تزيد أكثر وأكثر. Why? Because he fills us with more and more of him. لأن هو يملأنا منه أكثر وأكثر. If I give a part of me to him, إذا أعطيت جزء مني للرب, that part of my life can now be filled and led by the Holy Spirit. هذا الجزء سيمتلئ وينقاد بالروح القدس. What if I then give my family to him? ماذا لو لم أعطيه عائلتي? Then that part, the kingdom of God can take over in it. The kingdom of God can take over with my family. فإذا أعطيت عائلتي ملكوت الله سيكون لهم دور في ملكوت الله أيضا. What if I give my job to him? ماذا لو أعطيت وظيفتي? Then his blessings and his wisdom and his grace and favor will lead me in that job. بركاته وحكمته ونعمته ستقودني في هذه الوظيفة. Don't you see, instead of me losing something, إنني بدل ما أني أفقد شيء, I'm gaining everything. أنا أكسب كل شيء. The entire kingdom of God on my behalf. ملكوت الله كله سيكون يعمل بالنيابة عني. Leading me into victory in every situation. يقودني إلى النصرة في كل موقف. And blessing me with peace and joy that surpasses all understanding. Hallelujah. ويملأني بفرح ونصرة تفوق وسلام يفوق كل عقل. Hallelujah. So again, Father, if there's any area of our lives that we have not given to you, إذا كانت هناك منطقة في حياتنا لم نعطيها لك, right now uncover them, Lord. اكشف هذا الأمر لنا. And as they come to mind, we give each one of those areas of our life to you. وعندما يأتي إلى عقلنا سنعطي كل هذه المناطق لك يا رب. We hold nothing back. لن نمنع عنك شيء. We know you will bring the best in every area of our life. نعلم أنك ستأتي بالحسن إلى كل منطقة في حياتنا. And we want to do this so Jesus, you receive the reward of your suffering on my behalf. نريد أن نفعل هذا ليأخذ الرب يسوع مكافأته لأنه تعب عننا. I give you my all. أعطيك كل شيء. In Jesus' name. في اسم الرب يسوع. Amen. 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 What a blessing. يا للبركة.
When we surrender our lives to God, we have victory. يكون لنا النصرة. It's the most precious thing. ده أغلى شيء وأسمن شيء. He's faithful. الرب أمين معنا. This has been your program. كان هذا برنامجكم. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Please subscribe to our YouTube channel. من فضلك اعمل سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. Shalomshalom.org. Shalomshalom.org. Blessings from Brother Dexter. بركات لكم من Sister Marisol and an Arabic voice, Sister Louise. من صوتنا العربي الأخت لويس. Shalom. 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 Shalom.